السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهورنا الغالي على اليوتيوب والتويتش. طبعا اللي في التويتش معنا من البداية، اللي في اليوتيوب توك داخل البث المانجا الأسبوعي اللي يجي كل أسبوع، بس الفقرة المخصصة للعمالقة. آخر بث قبل آخر بث، هذا كان عنوان الدراما. أنا ما أدري ليش الدراما، لأن هذا كان عنوان البث الماضي، آخر بث قبل آخر بث. والله أدري المفروض ما نبث الأسبوع، بس عشان خاطر الرجال خلص. رجال خلص المانجا. يلا ها حق العمالقة. والانمي خلص. جيناكم وجبنا لكم بث. وفي ناس طبعا برضو توهم مخلصين الانمي وما تحملوا ودخلوا المانجا، فعشان خاطرهم قلنا نرحب فيكم في بث مانجا اسبوعي ونتناقش معاكم ونبدا بتصويت كالعاده. يعني بنبدا بدحوم وناخذ من الجمهور. شو رايك في اللي صار في اخر كم فصل؟ شوف، اول شيء خلينا نتكلم عن اخر الفصول بشكل يعني، بالفصول اللي بعد الانمي. رجعت تابعته، انا كنت قاطع تقريبا عند الفصل 31. من الفصل 31 الى الفصل 38، يعني تقريبا 7 شهور. أيوه. 7 شهور تقريبا، هذا الفصول اللي انا ما شفته معاكم. والمعلومات كانت ملخبطه ومشتته. لا طبعا انا شفتها اليوم، خلصت تقريبا 5 ساعات. نوريني الجدد. وكنت مستمتع جدا لاني كنت اتابعها على جي مانجو، كانوا حاطين الفصول ملونه. صحيح. فهذا شيء مميز جدا واعطانا فرصه ان يعني نتمقد. عبد الباري عيد الدعايه، عيد الدعايه اللي قلتها بتويتر. سمعت الدعايه حقته. ايش قال زازا؟ اسمعني رتويت. حقت العمالقه. يقول لك ايش يقول؟ تعبان ما تقدر تقرا، كسلان ما تبي تقرا، مالك خلق تقرا لحالك، متردد تدخل مانجا، تبي واحد يشجعك الان وليس غدا. راح تنسى هم التعب والقراءه للطلب. 0099 14 12. يا جماعه لازم تدخلون، والله لازم تدخلون. واحد بعد في الشات قال لهم من ضحايا زعزع، يعني بسبت اعلانك دخل. والله بحقي 5 ساعات تقريبا، ام ساعتين واليوم 5. اي والله جلدت، والله اي قلت بطلع بث اليوم. فالاحداث كانت اول شيء في البدايه حلوه ومنطقيه ورائعه جدا ومشوقه وحماسيه وصادمه، تقريبا الى الفصل ممكن نقول 33 شيء زي كذا. فجاه يعني صار دخل خياس، الشيء اللي لم يكن في الحسبان ابدا، اللي هو اول شيء قدره ايرين. طبعا انا بقول اشياء عشوائيه، ما حضرت ولا شيء، لكن شيء يجي في بالي. قدره ايرين يوم كان واصل الى السلطه، وزير القلعة سلطة المحاصرة. يضحك يضحك. سلطة بلطة بلطة. سلطة يا ابن الحلال، خلها على سلطة انها مفهومة. سلطة انت، يلا ابراهيم اخر. المهم يوم وصلوا هناك احنا قلت خلاص ايرين بيشيل الارض كل العالم بتروح. وسوينا نظريات قبل، انا مبسوط جدا، ايرين هو الكل في الكل، وانا قايل من اول ايرين ما حد راح يوقفه الا نفسه ان كان يبغى يوقف. والله يعني صار اللي كنت اقول، يعني كويس ما حد قدر يوقفه. ماشي الامور طيب. وفجاه وصلوا، طبعا جاوا الباور رينجر، ما نسيتهم انا وهذا الشيء. وصلوا لين ايرين، هذا اللي قهرني، هذا اللي كان يغبني. وصلوا لين ايرين، ويرين فجأة صدمني الكاتب، يعني كان جريء جدا يوم يطلع مجموعة من العمالقة السابقين خلال 2000 سنة، كل عمالقة العالم أظهرهم ويدافعون عن إيرين، وأشياء أشياء أشياء مرة أسطورية توضح لك إنه يخسون ويصعب المهمة عليهم. يوم إنه يجي شخص من العمالقة يسحب آرمين ويدخله إلى العالم، عالم المسارات الغريب هذا اللي كان أحمر بعدين صار أزرق. طبعا أنا عندي ملون، أنتم عندكم أبيض أصلا، ما يفرق معكم. لا كانت في اشياء خلاص يعني صعب المهمه عليهم، ولكن هجت هنا، هجت يوم ان الكاتب قبل فصلين قصدي، يوم ان الكاتب قرر يخلي المجموعه هذه باور رينجر اللي يبون العداله ويبون اباده البشر، قرر الكاتب انه يخليهم يفوزون. كيف اخليهم يفوزون؟
بأي طريقة يعني. أنا شفت الطريقة كانت بايخة جدا بايخة جدا، لأن ما في ما في ما في يعني طريقة منطقية ومقنعة إنك تخلي مجموعة من العمالقة اللي أطلعهم إيرين وكانوا كلهم أعداء للحلف اللي جاي بيهزم إيرين، كل هذول العمالقة أعدائهم، فجأة فجأة يوم كان أرمين بيموت التقى مع زيكي وصارت الخلطة البايخ هذه اللي ما حد فهمها، وطلعوا وطلعوا معهم حلفاء من العمالقة، واستمرت المعركة بحلفاء من العمالقة اللي طلعهم إيرين عشان يهجمون عليهم. سلامات، ليش طيب ليش صار كذا يعني؟ قلت ممكن يعني، طبعا ما فيني انا كنت اتناقش، كنت اقرا، انا قارئ اليوم للشباب في البيت يعني تقريبا 400 شخص، انا اشكرهم كلهم على حضورهم، فقاعد اطالع اقول ايش السبب اللي خلى ارمين يدخل هنا اذا ما كان انه يبغى يموت، او اذا ما كان الصغيرة هذه يومر هي تبغى تسحبه. ليش انت متخيل يومر ما تكلمت طول الوصول ذي؟ والله ماجد خلني كمل مخور انا، لان يومر قاعد اطالع اقول يعني ايش هي كانت محبوسة، حررها ايرين واعطت ايرين كل قوتها، يعني كنت اتناقش مع جليل يقول ان هي مرتبطة عندها القوة وزيكي عندها الدماء الملكية، فلذلك القوة يتم تحريكها عن طريق الدماء الملكية. قلت اوكي هذا الشيء زمان، هذا الشيء ولا بعد ما جاء إيرين وهي نفسها اعطت القوة الكاملة لإيرين، هذا الشيء المنطقي اللي واضح لي، كيف لا زال زيكي له علاقة بالاحداث وله علاقة بالقوة اللي تحرك شو اسمه العمالقة، وهذا شيء غير منطقي. الحين مش يمر تعتبر من العائلة الملكية أو الدماء الملكية؟ هي أساس الدماء الملكية، هي الكل في الكل. ليش أنا أحتاج أحد أحفادي يشغلني وخليني أتحرك ولا خليني أوقف؟ لأنه الكاتب وضحها بطريقة ما، معليش إني شطحت موضوع آخر، بس هو مكمل ويقهر يا رجل. يوم طلع زيكي بكامل وعيه ثم اقتله ليفاي، إيش صار؟ كل العمالقة هزموا، وقفوا وكأن الدم الملكية انتهى، وقف. طيب يومر ترى موجودة، كيف وقف؟ شو السالفة؟ ايش الفوضى دي؟ بعدين يومر يوم كانوا في المسارات هي اصلا كانت مع ايرين وفتحت واعطت القوة لايرين، كيف فجأة صارت مع زيكي وارمين؟ تربط على ايرين، مش ما في كيف تقرب على ايرين اصلا؟ ليش هي راحت مع ايرين عشان تقرب على ايرين؟ ليش راحت مع ايرين؟ كانت اول انت انا كنت معانا وقعدت تسمع النظريات. انا 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 الحين بحط اسئله، بس هي غبنت مش اسئله اني ابي اجوبه، ما في اجوبه. انا اقول ما في اجوبه. طلع هم عاد على نفس نقطتك. لك اليوم لك اليوم معاذ يقول لي طيب ليش كذا؟ وانا اقول ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري. طيب انا بدي اقول شيء على نفس نقطتهم. والله ما ادري انا نفس حقه ادك. انا قلت الجلو ما اشوف مساله انه اخذ القوه كامله، ما اشوف انه واقف على زيكا وعلى الدماء الملكيه. عندك يومر، عندك الدوده، خلاص المفروض شوف يعني. اجمع انا مسؤول على الكلام ذا، مع اني والله العظيم انه حيمه تنسبدي، ولكن انا واثق بسيامه الى اخر رمق. جيد، قالها ببرهوم وانا معه تماما، كل شيء متعلق بالعملاق المؤسس، عملاق المهاجم، إيرين، الدودة، يومر، ويعني بشكل عام بالمعبر. جيد، يجاوب سؤال واحد بس سيامة، اتركوا الماضي، ما راح يجيب لكم ماضي، ماضي الزمن والله ما يجيب لكم شيء ممتاز. الذي بيحط 200 صفحة والصراحة أتمنى راح حلمك أعلنوها 500 صفحة راح الله يكسر قرونهم. خلنا نشوف أخرى لو يجاوب بس سؤال واحد، سؤال واحد فقط، لو يجاوب سؤال واحد فقط راح يجاوب على كل الاسرار اللي صار في القصه، لانه كل شيء انا اقول لك ما ادري وش، بس يقدر يجاوبه. واذا جاوبه راح يجاوب على كل الاسرار، لانه كل شيء متعلق بالمعبر وبالمؤسس وبالدماء الملكيه وبيومر وبإيرين وبالدوده وبالعملاق المهاجم. سؤال لكها شايف اصبر دقيقه ببساطه، ليش إيرين او ليش هذه تبن ساعدته؟ لو جاوب هذا السؤال فهم لك شيء، لان إيرين قرر انه يزرع ذاكره في عقله انها تساعدهم وتخون. اصبر الحين بدي اكمل شيء. لا انا
أصبح أنا إلى آخر لحظة أبغى أثق بسياما، أبغى أقول أنا أثق بك لأني قلت كلمة وراح تكون قده اللي قلت، سأحفر نهاية عظيمة أو سأحفر هذا العمل العظيم. ما زال عمل عظيم حتى لو نهايته تبن، ما زال عمل عظيم بالنسبة لي. إذا كانت نهايته تبن لن يصبح من الأعظم، ولكن إيه ولكن النهاية راح تلعب دور، راح تلعب دور النهاية. جرحني أعمال عظيمة كثير أسقطت بسبب النهاية. ولكن يوم واللي جابه بعد بشكل عام أنا مجرعين لنا خمس أصبر برهو مصبر خلا أفضل. ولكن أنا واثق بك إلى آخر رمق، ويعني أشوف إنه راح يكمل الدك، داري إنه طموح أنا أصبره، أروح أشوف إنه راح يكمل الدك وأشوف إنه إيرين ما مات. أما عندي مشكلة خليه يموت، بس إنه موته بسبب زين أو ورن وش خلوه يحرج بس. آه هو آه آه أوكي عشان نسرد الصورة. أنا إيش قلت؟ قلت أسبوع الجاي اللي هو الفصل الجاي، لو الكاتب جاب لنا لقطات قديمة حلو ما تكلموا فيها الشخصيات وخلهم يتكلموا. على سبيل المثال لقطة ذي يوم كانت في المعبر ظهرت قدام إيرين أرمن وزيكي، حلو أظهرها لأنه خلاها تتكلم معاهم ورانا الحوار. حلو يعني على سبيل المثال ماذا لو أن إيرين ويومر اتفقوا مع بعض عشان ينهون الدودة؟ لازم السيناريو ذي يصير لأن المشكلة هي الدودة، والدودة تبي تستمر بالعيش. طيب فالحل قدامنا أن احنا نخلي زيكي وأرمن ينفذون الخطة ذي عشان يقصون راس إيرين والدودة مفصولة عنه، عشان في النهاية ينتصرون وينهون العمالقة من الوجود. أوه برافو. اصبر ما تستعجل. لا احنا كلنا بنجله، فهمت علينا؟ كلنا بنجله، بس احنا مقصدنا انه لو الكاتب بس الفصل الجاي ورانا 6-7-8 لقطات من الغامضة جدا وجاوب عليها اجابات منطقية وربط كل الخيوط، بنقول او برافو انت حاسب كل شيء وكل شيء مش حاسب خطتك. عاد هنا يجي دورك، انت ترضى بالنهاية او غير راضي، هذا شيء رجع لك. بس تقصد نهاية منطقية. اي بس اذا انهى جيت الفصل الجاي وقال لك والله ميكاسا تزوجة جان والعالم كذا، وقال ارمن خطبة على بولات معاذ ما ادري شنو الكلام، وانتهت القصة على كذا. اي بالنسبة لي انا العمالقة باي باي، يخرج من التوب 10 ويخرج من التوب 5 والله. وانا اللي كنت اعتبره افضل انمي في العالم بيروح الى اسفل السافلين بالنسبه لي. الى 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 الان صراحه انا ما راح اجحد التاريخ اللي بنى عليه هجوم على العمالقه، لكن النهايه الى الان اذا انتم يعني مصرين على رايكم انه راح ايش راح وانه راح ما ادري ايش، انا خلاص غسلت يدي. ف يعني انتم انا اذكر قبل 7 شهور كنت تقولون متى راح يشرح؟ هذا اللي انا من النهايه، هذا اللي انا كنت اقوله. انا عارف ايه، وكان يرد علي عبد الجليل ومعاذ يقدر يشرح فصل واحد. ايه انا ما بقى له فصل، والحين كلهم فقد الامل. ايه لا لا انا طبعا انا مازلت انت وماجد وجلو كلكم نزلته، لكن انا عن نفسي يعني حتى لو اعطاني نهايه منطقيه بجي انا بتجيني الاسئله. مثلا نهايه الدوده او انها او حط خطه ايرين مع يومر على اساس ان هذه الدوده. دقيقه انت كيف عرفت الدوده هذه؟ منين جبت الدوده؟ الحين يمر نفسها هي عندها هذه الدوده وعندها هذه القوه، يمر نفسها اصلا كيف عرفت ان هي اصلا موجود عندها دوده؟ مين يشرح هذا الشيء؟ لا هذا استقعاد، لا لا مو استقعاد، لازم لا 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 لازم تشرح لي كيف عرفت ان عندها الدوده، لانها هي حابسه نفسها في المعبر. اذا كان في هذه الدوده زي الروح تتواصل معها وصار في حكايه بينهم زي فول مثل الكيميست، وصار فيه تحدي بينهم او صار فيه زي ما تقول نمط لتفكير هذه الدوده وصار فيه نقاش بينهم، هنا احتاجت يومر فز على ايرين. اوكي منطقيه. لكن دوده ما حد يعرف عنها شيء. بالنسبه لي بيرجع في المدرسه الكيميست المركز الاول اذا كانت النهايه سيئه. طيب اسيل تقول اسيل حقتك زيكي طلع فصل واحد وسوى اللي ما قدر يسوونه التحالف او باور رينجرز في 15 فصل. ليه طاب الدق تقصد؟ والله يا جماعه ترى في شيء في كلام عن زيك. اي بس ترى تعليق اسيل راح يكون اخر سؤال، فتفضل يا عبد الباري روح. زيك شخصية عظيمة بناءه والوسط حقه وإلى النهاية، ولكن نهاية سيئة جدا 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 جدا. نهاية باردة، نهاية سيئة،
تمنيت اكثر الصراحه اشوف النهايه ترى بس جاء قطع راس ومشى. انا فرحان لزي انا اللي فايت قطع راس انا بالنسبه لي راضيه ما همني والله يعني شوف انا بيني وبينك اخر لاني كنت مراهن على نفسي الحمد لله الكاتب ما خذلني ليفاي حي لاخر فصل وليفاي اللي قص راس زيكي شبه اكثر من كذا لا والله من 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 الرهانات اللي كنت اقولها ان اذا كان راح يوقفون راح يوقفون عن طريق ايرين وهذا شيء لزم لزم القائم ممكن ايرين نفسه اللي خطط الخطه هذه يكون هي راه المستقبل طيب اشياء اللي كنت اشوف اقول انه ممكن يموتون كلهم والشخص الوحيد اللي يبقى من الجيل السابق هو ليفاي. سؤال لك بيصدمك حاليا انت تعرف ان لو مات واحد من العمالقه المفروض قوته تتورث لمين؟ مين؟ لاول طفل مولود. ايه هيستوريا حقها تتورث. هل تعتقد ولو لحظه هذا السيناريو شاطح ما خلص يعني لا سيناريو شاطح اصبر تصدم ان ايرن موصي هيستوريا اذا انتقلت القوه لولدش كلي سوي كمل انت المهمه وش المهمه تذكر الارض ايش الفوضى دي في سيناريوهات كثيره ظهرت والله اللي بتذكر عليه حاسس اني خبصت السيناريو صح لا لا مره انا خبصت السيناريو بس كان في شيء الفكره مفهومه وانا دخلت البيت ظهر الفكره ان هيستوريا تكمل الدك صح هذه الفكره اي بطريقه اخرى اي المشكله يا ماجد ليش ايرين يحتاج انه ينتظر يعني هيستوريا تجيب الولد وتاكل ابنها وتكمل الرحله ليش مو هو نفسه يكمل هو نفسه عنده القدره هو نفسه ما حد يقدر عليه مو هنا السقطه هنا السقطه بعدين دقيقه اسيام ما عندنا 45 صفحه ايش بيسوي فيها بنقعد احنا ننتظر لا تتعب 45 صفحه حتى لو صارت النظريه هذه يحتاج 10 فصول شوف عمر اقسم بالله جلد اسطوري يقول حاب اذكركم بس 6 فصول عشان يركبون الطياره ويطرون واخر شيء فالكو كان يقدر يطلبهم من البدايه اخ بس جلد عالي المستوى هذا جلد رفيع المستوى برضه من الاشياء حرام عليك يا عمر والله شنو الجلد هذا برضه والله مو من الاشياء اللي انا استقعد فيها بس فالكو فجأة طيار محترف لا انا شفت الذكريات تلعب دور اول مرة تحول اقول شو السالفة مو بعرف يسوي شيء ومفصول مخه والان طيار محترف من طلق نقدر نقول لك ايرن من اول تحوله صار مقاتل محترف جلد ام العمالقه اللي موجودين كلهم تعال اوكي اي ما هو انت تاخذ الذكريات اللي قبلك يعني حتى ايرن ترى منطقي هم يقول لانه صقر عصفور بس كذا لا بس انا ما ادري صراحه بس هل اصلا جابوا احد من العمالقه اللي قبل ما يقول لك اساسا احد تحولات العملاق الوحش القديمه اللي كانت حقت زيكي عنده القدره على الطيران وهو اخذ انه عاشك حق زيكي بعد كذا صار عنده القدره انه يقدر يتحول في احد مات منهم العمالقه لا بس على اخر صوره صارت جان اللي تحول العملاق كان بياكل رينر و منو فالكو ظاهر فالكو كان بياكل بايك جيت لا فمو فالكو جابي كانت بتاكل بايك ترى زيك الحين عملاق زيك عنده مفروض ولد هيستوري اللي بيولد الفصل بس عشان اذكر الفصل ترى انتهى ببوسة ميكاسا حقه القبله هي بس صح 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 طيب هذا من الاشياء اللي انتم هذا من الاشياء اللي انتم ذكرتوها وانا صراحه يعني قلت كلمه في البيت قلت يعني اخر فصلين ثلاث فصول اقسم بالله عيال حالاتنا متجمعين في دواني قالوا خلونا نكتب الفصل اخر فصلين نرسم الفصلين دولي لان ما في شيء منطقي قاعد يصير والله العظيم احد هي ذكريات ايرين ذكريات شخص ما لان يعني والله العظيم الدوده راحت بعيد وحولت مجموعه من الموجودين في اي الدوده دي سالفتها سالفه هذه انا ودي انساها بس الحين ما تقدر تنسى بس الحين شافت شو اسمه ميكاسا شافت انا كان ميكاسا شافت فلاش باك شعرف كنا ايرين داخل فم العملاق لا فجروا رقبته فطبيعي انه يكون فجروا رقبته يا هذه التساؤلات انا تجيني كيف عرفت يعني اقول لك ترى اي سياما مو النوع اللي يجيب لك الاشياء لا اخر فصلين سالفه
انا علمك روح ورجع الفصل الاول احد يقول لي دحوم مستقعد الجزء الاول. الجزء الاول والله العظيم انهم يفجرون من ورا او وين يحطون عمل قدام او يفجرون يا اخي. لو ياسر يجي يسرق اكثر من دحمي يجي يسرق. انا اقول لك في الماضي اسيامه ما تعدي عليه اذا كان في ضربه من الخلف هو موجود ولا لا او ضربه من القدام. يجربون كل حاجه عشان يكتشفون وين مكان الشخص المتحكم. الان جاك ليفاي اللي قنصه صح. ليفاي قال لها في فمه او هي قالت انه في فمه. الزبده انهم راح كيف 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 خصوصا ليفاي اللي مكسر هو اللي استخدم الرعد وكسر لها ودخلتي بس قصة راسه وباسته وانتهى الفصل. والله طيب بس من حقه انت ما شفت رد فعلي انت شفتها قبل اسبوعين ثلاث اسابيع تضحك توقعت لي ايش صار كذا صح؟ اي انا ما شفت جنبي جنبي زاوية الفصل طالع. اي انا ما رجع شفته بس شفته في تويتر زمان بس توقعت انه ممكن تكون للعمالقه يعني. تفضل عبد المالك تفضل. انا من حقي افترض انا ما زلت يعني شوف صيد تبون الحقيقه يعني ترى هم من ايام التحالف وهو مخربط صراحة بدي خربط من أيام التحالف. أنا أذكرها أذكر الفصل اللي أنا استقعدت وانتقدت إسيامة فيه وفي كثير من عشاق العمالقة انتقدوني كان الفصل اللي يوم جاب أرمن وآني يسولفون سوالف حب ما حب على السفينة. هذا أنا فصلت فيه الفصل ذا قلت يا أخي والله دفعت أنا ومعاذ كنا ندافع. لا لا كنا ندافع أنا ومعاذ أذكرها. أنت كنت موجود في ذيك الأيام؟ أنا متى قطعت بس عشان تفهم. يوم يوصل إيرين بالدك لحدود القلعة هذه قبل ما تودع الملاعب هانجي زين. لا لا ودعت الملاعب الفصل اللي بعد بعدين وقفوا. اي انا كنت بعدين قلت ها لسه في وقت بقى 10 فصول يمدي. انا كنت حاطط نهايه والله كنت حاطط نهايه من ده. تفضل عبد الباري قطعتك كمل قول. لا شوف برهم انا بقول لك شيء. هي مساله انه من ايام التحالف صراحه بدي خربط الى حد الان رجعت انا معجبتا ولكن القصه تبقى عظيمه زين. انا اباكل تبن لين ما ينزل فصل اخير. بقول شيء واحد بقول شيء واحد مو معقوله انه يبقى فصلين ويطلع لك سر بالفصل اللي قبله الاخير. اسيام عنده خطه. مو معقول انه يصير هالشيء ذا. مو ما انت فكر به شلون تبي تنهي وتحط لي اسرار. يعني معليش يعني اسوء من جاكا ما سواه. فمو مستحيل اسيام الكاتب العظيم الاسطوره الظاهره المعجزه بحبكته واسطوريته رغم اخطائه السيئه اللي تقهر الاشياء اللي تقهرن ولكن مستحيل يحط لك اسرار باخر القصه. يا رجال انا قاعد اشوف الانمي الحلقه الاخيره من الانمي كان ماشي صح والامور طيبه الين ما تلامس ايرن وزيكي كان ماشي صح. قلبت ايرن شرير يبي يدك الارض على عيني وراسي صح. بس من قلبت ربعه عليه وخليتهم يتحالفون مع زيكي وذا عفوا مع جابي وبايك وذا تحالف البور رينجرز من هنا بدات الانتقادات يعني تثور. يعني وين تبي توصل انت؟ وين تبي تروح؟ ليش تخليهم يتحالفون؟ طيب يا اخي ليش 139 140 يا اخي؟ يا اخي من الاشياء الحين فتحت الفصل يعني جرأة ميكاسا يوم انطلقت عشان تقتل قصة عشان شافت شوية ذكريات ما ادري اللي شافتها. سمعت النظرية على ذكريات اي شافت ذكريات سمعت النظرية وشو؟ ان هذا بعد ثاني وان هي تعيد الزمن و تلعب بالزمن وفي لوب وفي كذا. سمعت الكلام ذاك ايش فينا انا اليوم قاعد ابعث النظريات بعص اقسم بالله العظيم. ايوه والله العظيم اني اخذ النظريه احطها في الخلاط. انا بس ما انا سمعتها كلها بس برضو من الاشياء اللي مرت علي في احد البثوث انكم ذكرتوا شيء زي كذا عن نظريه زمن من زمن. بس يعني كمان انتم 45 صفحه يا عيال انتم بتحطون 18 مليون نظريه ما تجي يعني نفس كلامي بحمل واتس بالطاف كانوا يعني الواحد تذكري عبد الباري بقول الكلام المشكله اني يوم كم باقي 10 فصول كنت اقول ما في وقت والحين اقول في وقت. لا لا اي والله انت تمسك بحبل النجاة لان في النهايه راح تمسك انا تمسك ولكن مش نهايه يعني كن واقعي كن واقعي. الان هو اسياما ككاتب انهى لك العدو الاكبر في العالم اللي هو ايرين. ايش يبغى بعد النهايه؟ تتوقع النهايه بعد الحرب هذه خلاص ينهي لك الفصل
طب انا بعطيك شيء، اكيد راح يجيب لك حياه سعيده في النهايه، اكيد راح يجيب لك لا 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 لا, لا, لا بقول لك شيء، بقول لك شيء، بقول لك شيء، بقول لك شيء، ما في حياه سعيده مو كيفي، هذا الشيء الطبيعي يصير، هذا الشيء الطبيعي. دقيقه، قل حياه سعيده، ممتاز، قل حياه سعيده، بس ما زال فيه المارلي، ما زال فيه الالدين. المارلي راح يقولون انتم الشياطين اللي جلدتونا ولا زدتوا ذا وذبحتوا ابرياء وما ادري وش، ممتاز. فيا ينتهي، يا ينتهي تبنى الالدين ذولا ولا ينتهون المارلي يبقون ناس. وانا كنت اقول قبل كلهم قاعد يقول انه طالما العمالقه موجودين، العمالقه ما انتهت القصه. يا رجل الدحمي الى اخر لحظه عندهم مؤسس وجالدهم، عندهم ملايين العمالقة وعندهم دك قاعدين يتهاوشون إلى آخر لحظة. شلون ذولا تبيهم يفهمون؟ شوف شوف أنا ما أعرف هل في طريقة، هل في طريقة أحد دقيقة الدودة يوم طلعت الحين أبو الدودة إيش فدت؟ ما أدري. لا لا على اساس هو كان يسالني على اساس اني بعطيه اجابه. لا قلت ممكن انكم يعني اكيد سالتوا عنها قبل بيحصل. انا اتمنى ان انتم لاحظوا ولا ملاحظ، ترى لي فصلين ما سويت انطباع انا. اوه اي ذا الفصل الاخير ما ضبط حاله، ماني مسوي له انطباع حتى. ما انا زي ما سويت البليتش، انا ما انا غلطان اني سويت البليتش الانطباع الاخير. انا اذا كرهت القصه ما اسوي انطباع. خلي الدوده، خلي الدوده. الدودة هي المفروض لها علاقة بالجينات اللي دخلت فيه يوم معبر، معبر لا هي المعبر. وش معبر بعدين؟ يعني إلا اشرحوها، اشرحوها كان يعني هي المعبر، هي الدودة هي المعبر. لا الدودة هي اللي صنعت المعبر، الدودة هي اللي صنعت المعبر عشان تتعلق بالحياة وذا. أنا ما عندي مشكلة، إيه هذا الفكرة يعني. طيب مو هي نفس الدودة اللي اتصلت بيومي وعطتها القوة؟ نعم إلا كانت انتهي في هالتبن وحين صارت جبل. حلو، هذه الدودة هي لها علاقة بالقوة الأساسية، قوة العمالقة، وهي اللي حولت العمالقة الآن، وكذلك هي المتحكمة بالعمالقة. نعم إلا رينر، هذا هو مغبون، هو مو برينر بس كلهم بعد. لا يعني حولت اللي هو حركته وتحكمت بالعمالقة، لا حتى اللي موجودين حتى الحين إيرين. أنت تدري إن التحول اللي صار في الأخير يوم تحولوا كلهم من فالكو اللي صرخ؟ ليش فالكو اللي صرخ؟ الدودة مرة يصرخ. أحلى لقاء شوف المؤثر على بلاد باكو. شال فوضى دي، هذا المفروض اللي صار يعني. شال فوضى دي، لا 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 انا قصدي ان ايرين الان يوم فقد الدوده هذه لم يعد ابلاغ مؤسس. سبع شهور مرتاح يا شرير غشاش. لا والله كانت احداث حلوه يعني، احداث رائعه جدا. اي يعني ما قفلت الا اليوم، وبعد ثلاث ايام اسبوع بالكثير بتشوف الفصل الاخير. لا والله انا حتى لو ينحرق علي سبويلر اقسم بالله رده فعلي بتكون يعني يعني ما عندي سيناريو راح يكون مقنع بالنسبة لي. النهاية خايفة. أنا عكسك، أنا عكسك، لا 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 عندي أمل. النهاية لأن أقول لك بصيص أمل، أنا عندي بصيص أمل. لا أنا أشوف سوق والله يعني شوف شوف لا والله لازال عندي بصيص أمل، ولا اللي طرحت الفكرة من بعد اللايف ريكشن قلت إنه يمكن عطيتك أملات وقصص وكل شيء أسوأ اللي راحت وجه الصب. شوف آرمن يقول لك سوق قاتلك حتى النهاية على أساس هو العدو الأول والأخير لإيرين، وهو توه مصرقعة قبل أمس في الأنمي. مين انت تقاتلني حتى النهايه؟ شو السالفه؟ قبل في كم فصل كنت تصيح ايروين قاعد يقول له ويعطيه كلمات. ازيد واحد فصل منه، ازيد واحد فصل معاه فصل على ارمن فصل. شفت الفصل اللي ذكر فيه ايروين، ظهر ايروين واعطاه الكلمات هذه اللي تخليه خلاص شخصيه ايروين او ارمن تغيرت فجاه، تطلع ذيك العملاق وتسحبه. كل اللي سوينا انفجر تحول بس 150 150 صفحه 200 اي هذا ذا على ذا الامل. ومعاذ قبل اسبوعين تذكر فيديو الصبه اللي انا اعطي معاذ، والله صرخ اتشل يا معطي معاذ وجه الصبه. شفت الفيديو اللي في تويتر انتشر انه يتكلمني يظن ان الصوره قطعت؟ كان يقول لي كذبه بري، يقول لي السالفه كذبه بري لسه بيكملوا 15 مصور. صدق يا اخي الواحد يتمنى فعلا تكون كذبه بري. والله بعد المسخره اللي انا شفتها انا اتمنى اللي قاعد يصير هي الكذبه اصلا. فجاه يجيني ايرين وهو مقطوع على رجله. يا جماعه يا جماعه موضوع كابتن ماجد يا جماعه بس كل يصير في الصوره. انا دخلت المانجا من بعد الحلقه الخامسه من الانمي يوم ابلعها. تعرفون مطوعين وانا كنت ازوي انطباعات للمانجا من الفصل كم؟ من الفصل 70 مدري 60 لا 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 50 ما يعني اكثر من كم شهر وكم سنه وانا قاعد اسوي انطباعات وعايش جو وتحليل وكذا، وقاعد اراهن داخل بجكتي مع النعامي وابراهيم اخوي
على ان انمي ون بيس افضل انمي، العمالقة افضل انمي مر على تاريخ الازمان كلها، كل اللي يبيه نهاية مقنعة، نهاية جميلة، ويجي الحين والله ما بيصير. بس ارجع واقول، ارجع واقول مش عارف، قلت انا ما راح اقتنع، بس ارجع اقول لو ايش يا ما ابلا على كثر تطمين زعزع الاسبوع الجاي ابي جلد. اي والله الجلد جلد، ابشر يا ابو عبد. انا لو اضمن، والله لو اضمن انه ما ينحرق على الفصل ولا تنحرق عليه، والله ما اقراه الى الابد. بس انا ما اقرا الفصل والله العظيم، ما ودي اقراه. الحق يشجع الناس كلهم يدخلون المانجا. تدري ايش مشجع الناس؟ تدري ايش مشجع الناس؟ تخيل تحرق عليك نهايه العمالقة وتقعد تناظر على العمل، تدري وش نهايه العمالقة؟ تدري وش ترى؟ ترى اكثر من مره جاني واحد يبي يحرق انه ميكاسا قتلت ايرين. اي والله اي في كثير، بس انت ما صدقته مثلا. لا لا يعني انا ما انحرق بصريح العبارة، لكن في تلميحات كذا كنت اتجاهلها، وكانوا يبون يحرقون. في احد امس انا كنت ابث حلو، في واحد جاني دعم يحرق علي، كتب لي بالدعم ميكاسا قتلت ايرين. ما قريته، ما قريته لاني انا حاط بلوك للدعم، قريته اليوم، يوم خلاص قريته اليوم. فعشان كذا انا اقول اللي بيتابع العمالقة يتابع الان الان، لانه في اي لحظه راح يجيك حرق، ان ما كان حرق متعمد راح يكون حرق يعني من تويتر، من انستغرام، من سناب، لان الاحداث خلاص منتهيه والعمل متفجر، الكل راح يتكلم. طيب طيب طيب، انت مالك خلق تقرا، مالك خلق ذا، افتح بس بفتحهم وقد ناظر لين الله يخرجها، تخلص بالمانجا قضينا. ايه تسويق حقك والله ما ادري اخير. انا ما ادري، ترى قاعد انصح حقنا المانجا. ما بسمع كم تبي فلوس انت على الدعم. طيب يلا نقرا الاسئله عشان نخلص البث. السؤال الاول لك دحوم، يقول يلا يلا بعد تعليق الوسخه، انا سمعت نصيحه زعزع قررت اشوف المانجا، حصلت وخلصت في جلسه، شكرا زعزع على اناره الطريق. الله الله الله. هذا عبد العزيز اكس اكس، عبد العزيز اكس اندرسكور اكس سمون دعم دولار. قال عندي نظريه، هل من الممكن نحلم ميكاسا؟ يلا هذا لك، يلا هل من الممكن نحلم ميكاسا هو من المستقبل، وإيرين مسح ذاكرة جميع الألدين وكمل دك الأرض، والدليل بالشابتر قالها أنا سيتي، وفجأة طلعت علامات تحول بوجهها. المعلومية أدي أن ذاكرة الأكار ما تمسح. هذا المستقبل صح؟ إيه. بس دقيقة، يعني إذا كان هذا المستقبل يا طويل العمر والسلامة، فإن إيرين ما مات. انا اتمنى يكون المستقبل، شوف نظريه اهم شيء ايرن ما يموت فيها. اي انا اتمنى يكون من المستقبل، وما عندي مشكله، بس ايرن وضعه وضع واحد بيموت، هذا اول شيء. ثاني شيء ايرن المفروض مات، كيف يكون من المستقبل؟ كيف يكون من المستقبل؟ بس يا خبر اليوم هو من المستقبل، يا خبر اليوم فلوس الاسبوع الجاي ببلاش، ايش مستعجلين ترى الاسبوع الجاي؟ اعطي نظريه، اعطي نظريه برهم، اعطي. لا 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 بدك، لا لا خذ يا عبد الباري السؤال، خذ من فيصل. والله ان ذاك اليوم جلط شيء سهل والله، اقسم بالله رفع لي ضغطي قسم، يوم مشيت رفعت ضغط جله ولا لا؟ اعترف، لا تناقش، لا كان كان في، لانه جله يقدر، انت يمكن منتهي مره. طيب زين، ممكن سؤال هذا لك يا عبد الباري، ممكن سؤال، تتوقع ايرن مات في نهايه اخر فصل في المانجا سج ولا لا؟ لا لا، لانه ما زلت اشوف ايرن له يعني لازم يقول شيء، لازم يقول لا. انا عارف هدف ايرن، هدف ايرن توضح والله فهد جزتها توضح هدف ايرن. كمل توضح هدف ايرين، توضح ثلاث مرات، قالوا برودكاست الاول والثاني، وقالوا تحالف الباور رينجرز. بس ابي ايرين يتكلم، ابي ايرين يقول وش اللي صار، وش ما صار، وش يا جماعه الخير. جريشا قال هذه النهايه اللي كنت تريدها يا ايرين. جريشا شاف نهايه ماساويه، مستحيل عشان موت ايرين، شاف دك الارض ما شاف موت ايرين. طيب دك الارض وش نهايته؟ وقف قال اوه هذه النهايه اللي كنت تريدها ايرين. لا ما شاف له النهايه، شاف لمحه بس شويه تذكر، شاف لمحه خليل وتركي، خليل وش اسمه رمزي، منين جبت تركي؟ والله ما اقتنع الصراحه، عجزت. زين دحوم، السؤال عندك، حرام عليك ابو داحم والقبله الرومانسيه، ما تشوف ان احلى شيء بالقصه صار؟ يا اخي لو تكون قبله اخ، بس يعني القبلة هذه تجي يوم يموت ايرين، لا مش احلى شيء صار، بالعكس اخيس شيء صار.
خصوصا ان اصلا انا معترض على الجزئيه كيف ميكاسا تشجعت وراحت شالت رقبته. قاعد يقول لها انسيني يا ميكاسا روحي عيشي بسلام ما ادري ايش. قالت لا ما راح انساك ولا راح ارمي الوشاح وربطت الوشاح راح قصت راسه. شلون كيف يكون هذا شيء منطقي؟ كيف نادر نادر يقول ميكاسا شخصيه ميكاسا من الشخصيات تغيرها عجيب الصراحه. لا لا تعليق نادر ايش يقول؟ نادر يقول من سوء السيناريو ان مات تلك مصيبه وان رجع في المصيبه تبع عظمه. ايوه اي والله بكم انت هي انا يوم انا يوم عدتها فصول حس جان امل شوي. يعني انت ذبحت مع عبد الرحمن؟ ايه ايه كمان اوكي والله لكن قاعد يسوق قدر 10 تجربه اي طيب سؤال لك يا عبد الباء انا مالي خلق اشوف اذا كانت النهايه حلوه والله ارجع اشوفها كلها من الفصل الاول يا شيخ والله بس كانت النهايه بيض باي باي لندن لا عاد تكلمني عن عمالقة يا شيخ ممكن بسوي لها حتى بث اسوي لها لايف ريكشن وخلاص اتوقع يعني اتمنى تكون يعني الاثنين اللي بعدها كسل بث العمالقة او طلعوا انتوا ولا اطلع من البث ما تكلم لا لا خلاص يعني هي او اسوي لها بث واحد حزين كذا اسوي فيه عزاء تكون وكذا تجمع التعازي بتكون الاسبوع الجاي هو بتكون البحث القاضي يعني بس شوف 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 اخر شيء يعني انا 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 في نفسي عشان اتقبل الموضوع انه يكون ايرين له دور بهذا كله بس في نفس الوقت ما يناقض شخصيه ايرين ان ايرين ما راح يرضى ان هذول يموتون هذا المصيبه فهمت ما راح يرضى ان هذول اللي موجودين حوله يموتون واذا انتهى بالطريقه هذه باراده ايرين فلا زالت الحروب مستمره والمعارك ما سويت شيء يعني تي مثل ما راح تجي يعني انتهى العمل وهو ناقص وهو مبعوث ننتظر انا ننتظر انا خلاص عبد الباري عندي امل هو يقول عنده امل وحصه وفاطمه وكل شيء عندي امل باخر فصل ان ارمن وميكاسا وليفاي يتعذبون حتى الموت شخصيات الفانز ابي اشوفهم ينتهون بنهايه ماساويه هذا محسم سوداوي اللي اشوفه الصراحه انا اللي اشوف انتهى ليفاي لازم يموت غير بكيف بالعكس انا ليفاي هو اللي راح يبقى من الجيل القديم ليفاي ذبح زيك هذا همه خلاص لازم يموت يا عمي ليش تكثر بكيفك هو اشغلتنا ابوه بتال تتعالج وذا يا اخوي شلو مو هذا الكلام ان كان بيقتل اقتله بزمان يقتل الحين خلو يطلق زوجته سيامه بس اهم شيء يذبحه بيتطلقون خلوا يذبحوا ما راح يذبح فكنا خله يخلص لنا 45 صفحه عادي الحين يطلق زوجته لانه قال ما راح اطلقها لا زوجته قالت ان قتلتني باي بطلقك ايه مر علي ما ادري اذا الخبر صحيح ولا لا صراحه بس ما ادري المهم عبد الرحمن ما حد مهتم يعني عزيز زاكي يقول شباب الحين لو افترضنا ان النهايه زفت والله لا يقولها مو حرام متابعين الانمي ينتظرون الانمي يدخلوا المانجا افضل بدل انتظار 9 شهور على عليك الله هذه مضيفه للقائمه واذا النهايه كويسه في النهايه بيختصروا على انفسهم اذا النهايه كويسه ظلم لهم يا اخي حرام عليك تعرف شو المشكله يا عزيز انك كيف تروح تقنع متابع انمي ان النهايه خايسه غلط تعتبر حركة ثانية حركت علي هذا مشكلة كيف انك تروح تقول له ترى النهاية ويمكن في الانمي يغيرون النهاية تطلع نهاية حلوة هذا امل انا لازم متعلق فيه عندي امل وحصة و انت متعلق بالانمي انت الاسبوع الجاي خلينا نشوف الامل حقك تتعلق بالانمي اللي بعد 10 شهور قبل بث خلينا نروح يلا قبل كم سؤال على خاطرنا ترى ما حد قال لي سوي بث الا انت يعني لا تبعص الجو شوف زيامة ما كذب يوم قال النهاية اتوقع هو جاي وعلى باله انه بنصدم وياه اتوقع جات صدمة اني انا موافقه في الراي شوف زيامة ما كذب يوم قال النهاية راح تنحفر في عقولنا ولكن راح نتذكرها بسبب خياسه وليس جودتها والله احس انه بيفقع وجهي بس بقول شيء بس في عمل برهم كارهه وانا كارهه ويمكن الدحمي كارهه هو مسلسل ممتاز ما راح اقول اسمه النهاية تسرعوا بالنهاية وصارت النهاية سيئة جيد ولكن يقولوا البناء حقه إلى النهاية هو السيء بس برضو أنا شفت النهاية شفت وش بيصير ذا وش بيصير ذا وش بيصير ذا وش صار على ذا وش صار على ذا وش صار على ذا أنا ما عجبتهم ذي ممكن يصير نفس الحكاية بسيامة بيقولوا إنه البناء لا أنا شفت النهاية وخلاص ما عجبتهم فهو بشكل عام إذا شفت النهاية راح تحكم شفت لا اصبر النهايه خلاص بانت انها 45 صفحه ذبحت زهقت وانا اعيدها انا قاعد اقول لك لو كان الكاتب
لو كان الكاتب عنده عذر مثل بليتش قال لك ان النهاية ان المجلة ضغطت عليه، لكن ضغطت عليه ما ادى الى سوء كتابته وتسريع الاحداث ولقم في النهاية، عشان كذا احد الضحايا ماجد انه ما كمل المانجا او سوى الانطباع وكان يسفل فيه اصلا. انا ما كملت المانجا بس اجبروني اكمل. إيه وانا كنت اتابع اصلا. إيه يوم كملت سويت انطباع تسفيل وزعلوا مني الجمهور. هذا اقول لك. انا كنت يعني لو ما خلتني اكمل اصرف. ايه الضحية. بس ترى الحقيقة الحق ترى في جمهور العمالقة انا مكمل عشان انا مؤمن في سيامة مو عشان الجمهور. إيه لا لا لا. بس ترى ان صارت النهاية سيئة ما راح اصرف. انا بوصل الفكرة ما بوصل الفكرة. اتخاف انا وجله انا وجله. ان هذا الجحش. سيامة. اله ثاني محترم سيامة هذاك حق بليتش. كوبو. يحتاج 200 فصل. كوبو. عشان يسوي ارك. اوفر اكيد المجلة جلدتها. بينما هذا سياما قاعد يهايط واعتذر ذاك قال انا ما قدرت اسوي المجله ضغطتني وما ادري ايش اعتذر للجمهور سياما يهايط يقول هذه النهايه راح تكون مخلده في التاريخ والفصل اللي قبل الاخير ترى يمكن بدي اعجب بيتك الاسبوع الجاي والله اتمنى بس 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 انتوا 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 تناقشون يعني في مليون موضوع انا عندي بس امل لعدها البسيس هذا انا اقول لك في مواضيع كثيره يا رجل انا متنازل على اللي صار قبل 100 سنه مو هذا ومتنازل على اللي صار قبل 100 سنه ابي بس اللي صار الحين يجاوبني عليه ليش صار وش اللي صار انا مدرك انا مدرك طيب هذا التنازل ما يعني انه هو ابدع في النهايه لا لا اذا اعطاني اجابه منطقيه على اللي صار انا راضي مثل ايش ليش ايرن مات بس اي يعني ليش شنو وش اللي صار اللي قبل ليش اسحب عليه انا ليش إيه يعني يربط لي بس اللي صار ليش ايرن مات دقيقه انا بسالك الحين موضوع اللي تبيه قبل 100 سنه ما يهمني خلاص وش ده اللي كنت تسال لا 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 وش ده طيب خلنا انسى يا رجال بيض هم جابوا فلاشباك قبل بس ابي افهم قبل لا ما جابوه قبل 100 سنه ايش اللي صار على الملك كارفرت ايش تبي فيه ما خلاص ما ابي ترى سالت والله ما ابي لا 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 جد القناعه تكنسل لا يهمنا يا رجل ليه انت شبيبي ايش تبي هم جابوا ما عاد يهمني طز يا رجال والله انا اسالك ما تسمع موتي ولي خلي ولي هم قبل ابي ارم بس هم قبل 2000 سنه هم البدايه كانت قبل 2000 سنه اي ما عملت قبل 100 سنه صارت الحرب وتفرقوا اي لزواري اي فايش ايش ما يهم ما يهم والله ما يهم هم شرحوا بس انت ايش اللي لا لا والله ما يهمني اللي شرحوه ولا يهمني اللي صار يهمني اللي الحين الحين خلاص ابي اللي اخر فصلين دودا وارن وذي يومر سالفتهم مع بعض بس من اللي متحكم من اللي قاعد يطقع الثاني من اللي قاعد يقصع الثاني وعادي يعني الباقي طز خلاص متنازل اصل العمالقه قبل 1000 سنه ما بيعرف ولا شيء خلاص شلون توزعت بين التسعة والله ما يهمني طز والله العظيم انا اقرا خلاص والله راضي اقسم بالله وانا اقلبها في والله الارض على القصه واقول على القصه انبسط وكل شيء بس جاوبني على اللي صار في اخر خمس فصول هذه الخنبق اللي صدق بس فهمني شو اللي صار بس جاك بفصل عميق جدا فصل الظاهر 136 قال لك حكايه العالم هي التكاثر يا شيخ يا زيكي قاعد اطالع اخر شيء تحالف مع ارمن وطلع لي الدوده اللي ما ادري اصلا شلون طلعت الدوده وفجاه الدوده صارت كائن حي موجود وقاعده تكبر احنا ما ادري ان الدوده كائن حي من قبل بس دقيقه الحين هذا الكائن حي شلون يطلع كذا قاعد والله العظيم انا قاعد اقول يا ليت هجوم العمالقه ما كان هجوم العمالقه طفيلي لا طفيلي عادي وش هو الطفيلي يا زعزع منين جاء وش الطفيلي عايش قبل الزمن من الملايين يعني السنين يعيش وما يموت وش ده نفط ذا ولا ايش تعبتي يا شباب خلنا نختم الوضع بدأ يخرج على السيطرة باقي سؤال واحد خلص خلصنا وعدنا اسبوع الجاي لا اوكي الريدي تعليق عمر قل له حاب اذكركم ان بس خمس ست فصول عشان ركوب الطيارة وشباب كل يقدر يطير واخر تعليق اسير قل له بالاقرام اجي بعدها اسامة انا تعبان اكثر شيء يقهر كيف حل ايرن ينقذهم من حق دول العالم على الالدين يعني الحل اللي هو جابه اساسا مو حل هذا قصده ذات الحق ده وعلى هذا التعليق الجميل والرائع شكلنا راح نختم اخر بث قبل الفصل الاخير لان المفروض انه ما كان في بث بس عشان كلمه اخيره في اخر بث لي البث اللي قبل الفصل الاخير كنت اظن وكنت اظن وكنت اظن وما خاب ما خاب والله خاب ان 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 هجوم العمالقه نهايته راح تكون افضل نهايه في عالم الانمي طيب ما بعد انت يا عبد الرحمن راح تتفوق على نهايه متراقبه راح تتفوق على نهايه انمي كود جيس
ما لولوش، ولكن للأسف طبعا لولوش كثير. شو السؤال ما أعرف أقرأه، يقول أتاك الدودة. يا جماعة خفوا الجلد حرام عليكم. راح إن النهاية ذيك للأمانة كنت أقول في هجم عمال الطاقة عاتب مرة عبقري وراح يتفوق، لكن يوم طلعت الدودة هنا ترى عدم الرضا جلوبال يعني مو بس عندنا، ترى حسب ما فهمت إنه طبيعي كنت تطلع لي دودة يا ماجد، تطلع لي دودة وقاعدة تتحرك وتسوي حركات على مستوى العالم. حسب ما فهمت إن الشعب كله ممتعض من الاصحاب. اقول لك تمني هجوم العمالقه مش هجوم العمالقه، لو كان مثلا انمي مثل مونستر مثل انمي بشر يحبك الكاتب بين البشر مش بين انماط ووحوش وكائنات غريبه، اقسم بالله ليكون ولا غلطه. الى الان الى الان راح احكم على ظهر اخر ثلاث فصول بيض اختم خلاص. صدقا صدقا نسيام عبقر راح يربط لك ثلاث فصول دولي. انا راضي نسواها نسيام، انا اقدم له اعتذار رسمي يا شيخ، اكتبه بخط يدي بالياباني وادز له على البريد الموثق الرسمي عبر قبل حبي يصير بلي انا بيع الحار. انا اختفيت يا عبدو كذا كنا وصلنا لهذا البث المحزن والكئيب والفاصل وال كيف علي هم متعودين يضحكون الحين. الختام قول معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسون الاشتراك لايك وشير، واشوفكم على خير دور الجنه.